شي يقولون للناس من ولهدونا ودخلونا بألف طلابة ووصلنا إلى مرحلة تبزية. جزا الله خير الحاضرين اللي عزموا الناس اللي جدي من كل أرجاء المحافظة تريد تعبر بزيبز. شي يقولون للناس هم ما تهجروا على بزيبز، جهالهم وعيالهم برا، ورا ما خلصت بزيبز ما شفناهم أيام التحرير ولا شفناهم أيام التعمير، شفناهم هسه. ردوا على شنو؟ ردوا على سواد وجوههم؟ على شنو ردوا؟ أرجوكم لا تجاملوهم، هم نفسهم ساهموا بتهجيركم. من تتذكرون خلوا صورة هاي المشاهد اللي صارت قدامنا مرعبة، والله من أتذكر بزيبز الليل ما نام، والله من أشعر أن المحافظة أو المحافظات أو البلد يصير بخطر والله الليل ما نام. أقول هم راح نرجع على نفس المشاكل؟ احنا دورنا ما نخليهم يرجعوا، ودوركم في صناديق الاقتراع ما تخليهم يرجعوا، تعطون لكل ذي حق حقه بصوتكم. من تروحون للانتخابات تقولوا لهم انتم منو؟ لا يجاملونا، لا يجاملونا، يرجعون يغررون بنا مرة أخرى. ولا تأخذنا العاطفة العشائرية، بالعشيرة خيرين كثر، والعشيرة بها الصالح وبها الموزين. الموزين وفشل لا تتبنى العشيرة، خلي يتبنون الصالح والوقف واللي عاش وياهم وما سبب لهم مشاكل. خلنا ننتصف عشائريا للصالحين من أبنائنا.